النبي الرحمة حفظت الدعاء في ذاك روحي يا رسول الله بعد أن آذوا وشتموا وأدموا قدميك يا الله ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء يا الله تحرص على هدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وهلاكهم سلوا مكة ورجالها سلوا الطائف وجبالها سلوا مكة شفيع خلائقي خير الأنام عليك سلوا مكة ورجالها وسلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال والله مهما تكلمت الأفواه أو سطرت الأقلام فستظل كأنها لم تبرح مكانها فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمة سيد ولد آدم ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسقط على استحياء لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كثر جانبا واحدا من عظمته فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله حسن الجميع خصاله فصلوا عليه وآله نبي الرحمة نبي الرحمة تناجي العلي الرؤوف الودود وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم